الشير اللي جنبكم ده موقع اي تي اي، اللي عاوز يكتب iti.gov.eg، وهيظهر عندنا في الصفحه الرئيسيه اوبن ناو اللي انا واقف عليها دي، انتنسيف تريننج بروجرامز. انتنسيف تريننج بروجرامز هنختار هذا الراوند او هذا التراك، هيبدا يدخلني على التسجيل. طبعا هو بيروت شويه عشان اعداد الناس اللي بتسجل. دي الاهداف بتاعه البرنامج المكثف، هنختار انتنسيف كود كامب او اي سي سي. عدد المتاح بالنسبه لنا 4000 حد، 3 شهور مده دراسه، 3 شهور عشان السؤال ده بيتكرر كتير. هندرس لمده 3 شهور، لازم يكون مؤهل عالي، والتسجيل اوبند يعني دلوقتي متاح لحضراتكم. هدخلنا على صفحه الريجستريشن. هنا اجابه على كذا سؤال. كيو 3 اللي انا واقف عليها ديت معناها ان السنه بتتقسم لاربع ارباع، كل ربع 3 شهور، بمعنى ان احنا لو بدانا النهارده الدراسه في مارس يبقى ان شاء الله بعد 3 شهور تاني هيبقى عندنا كيو 4. هيبدا التسجيل 14، يعني بدا التسجيل يوم 14، هيختم يوم 25 كما هو محدد له باذن الله. هنبدا عمليه الانترفيوز لحد يوم 13 مارس، نبدا الدراسه يوم 14 مارس، ننتهي يوم 17/6. هندوس ابلاي، هنابلاي تاني. طيب ايه اسهل طريقه ان انا اريجست على هذا الموقع بلا اي مشاكل؟ هو استخدام جوجل. هو استخدام جوجل، فاختار الاكونت بتاعي. اول ملحوظه ودي اللي بتقف عند الناس، ان بيجيبوا البيج دي ويقولوا احنا ما بترنش، نيكست مش مفعله، نيكست ما بتشتغلش. كتير جدا جدا من الحاجات اللي بتجيلي على الواتساب فيها السؤال ده، ان يا جماعه نيكست مش مفعله، ازاي افعل نيكست؟ هروح على التشيك بوكس دوت وادوس علامه صح. شفتوها يا شباب؟ عشان بس السؤال ده اتكرر كتير جدا جدا جدا، ان الصفحه دي ما بتشتغلش. ادي علامه الصح يا شباب، هنعلم عليها وبعدين نيكست. كده خلني ان انا املى بياناتي. بعض الملحوظات السريعه في الفورم دي، رقم واحد لازم نملاها كلها، والا علامه السبميت اللي تحت دي مش هترن معايا، مش هتشتغل معايا، فلازم كل خانه من دول تبقى مليانه. المعلومه الثانيه ان انا لو رفعت الصوره بتاعتي هنا، لو دوست كده وعملت ابلود للصوره، مش هيطلبها مني تاني في المره اللي بعدها تاني. يبقى لو انا رفعت الصوره هنا مش هيطلب مني صوره في الخطوه اللي بعدها. طيب لو انا ما رفعت الصوره هيسبميت، لكن في المره الثانيه هيطلب مني ان انا ارفع الصوره. علشان اكسب وقت في مراجعه الصوره انصحكم ان احنا نابلود الصوره هنا، يبقى نحط الصوره من الاول في الصفحه الاولى. هختار النوع واختار كمان الاسم، والاسم باللغه العربيه، فمثلا اهو هسجل. ماشي يا جماعه، فانا كده بسجل اهو. الاسم لازم يكون ثلاثي على الاقل. الجزء بتاع ان احنا هنشرح التراكات جواها ايه هيكون معانا باشمهندس محمود، هيشرح لنا كل تراك بيتكلم عن ايه. احنا بس هنتكلم في اول 5 دقائق دلوقتي عن طريقه التسجيل. مش هتفرق طبعا اسمك مركب عبد الرحيم، في مسافه بين عبد الرحيم مش فارقه يعني، مش مشكله. الناس اللي بتدور على السنه،
وبياخد معاهم فتره طويله ان هو يقعد يدور يعمل كده. هندوس على التاريخ او السنه وهنختار مثلا 2005 مثلا، فانا اكبر من السنه دي فانا هختار بس مثلا مثال يعني، وهختار ان احنا كلنا الحمد لله ايه مصريين. طبعا هذه المنحه لو انت غلطت وانت بتختار واخترت اي جنسيه من باب اللي هو يلا اي حاجه، هيقول لك نوت ابليكابل لان المنحه دي فقط للمصريين، يعني لو اي جنسيه ثانيه هيتقفل الفورم عليه، فلو سمحت ما تجاوبش في اللحظه دي. طبعا انت ايه وضعك الاجتماعي او موقفك من التجنيد ايه؟ فاهم؟ هنيجي بعد كده السؤال ده ممكن تكتب اللي انت عاوزه مش شرط يعني، يعني اسم الشارع ممكن اكتب مثلا قنا، المنطقه قنا مش مشكله، البنايه واحد، الدور الاول المنطقه واحد، يعني هذه الارقام مش هتبقى فيها مشكله بالنسبه لك. وبرضو هنختار مصر وهختار محافظه قنا وهختار المنطقه اللي انا منها مثلا قنا برضو او قفط او قوس او اي حاجه. رقم التليفون هنحتاج من حضرتك رقم التليفون اللي بيشتغل معاك. ليه؟ نظام الرد على حضرتك او التواصل معاك هيكون عن طريق اس ام اس، هتتبعت على رقم الموبايل اللي انت هتسجله، فارجوك رقم الموبايل يكون بيشتغل بتستقبل عليه مفتوح دايما، لان هيكون كمان عليه اللينك بتاع الانترفيوز عشان ما حدش يجي يقول لك طب انا ما حدش قال لي ما حدش بلغني ما بصيت على الايميل. ما فيش حاجه هتوصل لك على الايميل، بكرر يا شباب ما فيش حاجه هتوصل لك على الايميل، فارجوك رقم تليفونك يكون واضح. نكتبه تاني او نكتب رقم غيره ما فيش اي مشكله. وبعد كده الايميل بتاعك اللي هتتابع عليه، لكن انا بقول لك مفيش حاجه على الايميل، فاهتمامنا برقم التليفون لو سمحتوا. السؤال هنا بتاع المدرسه الثانوي اللي جالي بيه رسائل كتير جدا جدا جدا، هي المدرسه طبعا في ملحوظه هنا في الايميل، لو بعد بكلمه دوت كوم عملت مسافه هيقول لك ده مش بلد، فهروح امشي لحد كلمه حرف الام وهفضل واقف عليها عشان برضو كده مش هنسبميت لو عملت المسافه. طيب ليه بيسالوا على المدرسه الثانوي؟ عشان حضرتك لو ضارب تاريخ لو ضارب تاريخ فهيبان مرتين، يعني مثلا احنا بنقبل من 2016 ل 2020، لو حضرتك عاوز تكتب ان انت مثلا خريج 2011 فعايز تكتب مواليد 2016، فلما تسال ثلاث مرات في ثلاث اماكن فهو بيراجع مصداقيه كلام حضرتك. يا جماعه علشان ما يجيش في الانترفيو نرفض الناس، الادمشن مفتوح ل 2016 ل 2020. بعض الناس بيسالوا على الاكسبشن، تواصلوا مع الصفحه الرسميه الاي تي بي اللي على الفيسبوك واعرف نفسك او وضعك ليك اكسبشن ولا لا، لكن الفرع مش بيكون مسؤول عن الاكسبشن. المدرسه الثانوي مثلا الشهيد، بعد كده اسمها بالعربي، وبعدين انت جبت كام مثلا، بدات سنه كام، يبقى هنا بيسالك على كمان روح ثانويه عامه امتى. فاقول مثلا 2010 لحد 2013. مؤهلك العام، سؤال كتير جدا جه برضو من الاسئله اللي انتوا هتقفوا فيها، لو انا التخصص بتاعي الكليه موجوده والجامعه موجوده بس التخصص مش موجود، ففي تشيك بوكس اهو بيقفل عليك الاختيارات كلها، يبقى كان دي خلاص اتملت. طيب انا عندي الكليه الجامعه وعارف الكليه وعارف التخصص، مفيش مشكله حملاهم، مفيش هعلم العلامه دي، وبالتالي الشهاده بتاعتك هتتراجع في وقت اطول، يعني هتاخد مثلا لو تاخد يوم هتاخد يومين، هيبدا بيتراجع اكتر. علشان ايه؟ علشان اللي على السيستم هيضيف التخصص اللي حضرتك موجود في شهادتك مش موجود عندنا على الادميشن هيقادوا فهيظهر تاني. فمثلا لو انت تخصص موسيقى وهذا التخصص مش موجود ورفعت الشهاده، القائم على الادميشن
هيجيب التخصص ده ويحطه لنا هنا عشان يظهر لزمايلك اللي هيسجلوا بعدك. سنه انت جبت تقدير ايه والمشروع بتاعك كان تقديره ايه، بدات سنه كام وخلصت سنه كام، هنا هصمت. هيودينا الخطوه اللي احنا بنسال فيها كتير جدا جدا جدا، رفع البيانات. هنقعد لحد امتى البيانات بتتراجع؟ بتاخد حد ادنى نص يوم او يوم لحد مثلا 3 4 ايام. طيب الناس اللي كان عندها مشكله ان كل حاجه اتراجعت، كل حاجه اتراجعت ما عدا المؤهل، واعتقد في من حضراتكم عنده نفس المشكله، في علامه هنا بتاعه التاريخ هدخل عليها وابدا اكتب كل التاريخ اللي انا بعت فيه الحاجه بتاعتي، وحسيب وهكرر كل مره هجدد التاريخ هنا. يعني مثلا كنت رافع البيانات يوم 10 وقعدت لحد يوم 15 محدش وافق عليا، فاختار تاريخ 15 وحسيب، يعني كاني لسه رافعها النهارده، يعني بقول للادمشن اهي انا لسه رافعها تاني بص عليه. طبعا دي بالنسبه للتخرج وبالنسبه للموقف من التجنيد، لان دول السؤال عليهم كتير جدا جدا جدا. بعد ما ابلود الصور ديت هيطلع لي النكست، ولما ادوس نكست هيظهر عندي المكان الفرع، فهختار قنا برانش، هختار فرع قنا. وبعد كده المشكله اللي هتظهر على الموبايل عندك ان التراكات مش بتختار عن طريق ان انت بتسلكت التراك، لا انت بتسحب التراك، بتمسك التراك بالماوس او بايدك بصباعك على الموبايل وتاخده لحد الخانه اللي فيها سلكت كورس، يعني لازم نسحبها بايدينا نوديها في المكان اللي هنفلته فيها. لكن الناس كلها كانت فاكره ان انا بدوس دوسه فهو بيختار التراك، لا يا جماعه لازم اخدها بايدي واوديها في هذا المكان. بعد كده هتجيلي صفحه بتقول لي انتظر ميعاد الانترفيو من الفرع بتاعك. الصفحه دي هتفضل بيندنج لحد ما يقفل الادمشن. سؤال اتكرر كتير، هو انا خلصت تسجيل هدخل امتحان امتى؟ هتدخل امتحان لما يقفل الادمشن خالص. سؤال تاني بيتكرر كتير، هو انا همتحن اونلاين؟ لا، هتمتحن في فرع المعهد. سؤال ثالث عشان اقفل السيشن يبدا باشمهندس محمود يشرح لكم التراكات، هو انا بعد ده كله هدرس اونلاين ولا في المعهد؟ الدراسه بلندد، يعني الايام اللي فيها حضور في المعهد هتحضرها، الايام الاونلاين مش معناها بتفتح في الوقت اللي انت عاوزه، لا انت بتفتح من الساعه 9 لحد ما تنتهي المحاضره واللاب، فانت موجود معانا في نفس الوقت. شكرا لحضراتكم، هبدا معاكم باشمهندس محمود يشرح لكم التراكات بتتكلم عن ايه علشان تعرف تختار رغبتك الاولى والثانيه والثالثه، لان في سؤال مهم جدا في الانترفيو هتساله بيقول لك انت رتبت رغباتك بناء على ايه؟ فاحنا مش بنرص بس. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير عليكم يا شباب جميعا. خلينا نعرفكم بس ان احنا بنتكلم النهارده او السيشن دي خاصه بمعهد تكنولوجيا المعلومات اي تي اي فرع جنة. السيشن دي خاصه بالتقديم على المنح المقدمه من المعهد خلال الربع الثالث او خلال ثالث رن او سايكل خلال السنه اللي احنا فيها. خلينا بس نعرفكم المعهد خاص بايه للناس اللي هي ممكن تكون خدت اللينك او السيشن من خلال اي حاجه من السوشيال ميديا او الدعوات اللي جاتلها من زمايلها. المعهد ده خاص بشكل رئيسي واساسي بتدريب الخريجين تدريبا متخصص يستهدف التوظيف. يستهدف التوظيف يعني ايه؟ يعني خلق فرصه عمل باي شكل للطلبه. ايه الاشكال اللي ممكن يبقى فيها خلق فرصه عمل للطالب او الخريج بمعنى اصح؟ اولها العمل الحر او في من خلال الشركات المتخصصه في مجال تكنولوجيا المعلومات او من خلال المؤسسات او الحكوميه او الجمعيات الاهليه، اي حد مهتم بالتكنولوجيا الى جانب انه ممكن يفتتح البيزنس الخاص بيه او الشركه الخاصه بيه.
فإذا التدريب ده موجه ومخصص للناس اللي هي رغبة وعندها القدرة أو الاهتمام للعمل في أو التدريب أو الحصول على تدريب متخصص في مجال الاي تي لتحديد مسار جديد في حياته. اللي احنا بنقول خريجين يعني كل الخريجين ولا في أي خريجين؟ لا، احنا بنتكلم على كل الخريجين. كل خريجين بمعنى ايه؟ أي حد حاصل على بكالوريوس أو ليسانس من جامعة مصرية معترف بيها ناجح او تخرج خلال الثلاث او اربع سنوات الماضيين دول لغايه 2016 من حقه يقدم معاه. طيب اي تخصص، اي تخصص في اي تراك، في اي تراك، ايه الفيصل في كل ده؟ الفيصل في كل ده موافقتك او ان انت تكون مطابق للشروط او للمتطلبات بتاعه كل تراك. مهم جدا استاذ عبد الرحيم كان فتح لكم الويب سايت في الاول، مهم جدا تبقى عارف انت بتقدم في انهي مؤسسه والمؤسسه دي بتشتغل في ايه او ايه الامال بتاعتها او ايه الطموح بتاعها او ايه الرؤيه بتاعتها. مهم جدا تبقى عارف الكلام ده لان ممكن تبقى في الانترفيو سؤال من ضمن الاسئله اللي موجوده معاك في الانترفيوهات، انت عرفت ايه عن المكان ده او ليه داخل المكان ده. ومهم جدا تعرف الكلام ده عشان تعرف السايكل بعد كده بتاعت التدريب او الشروط او الالتزامات او طريقه التدريب او اي حاجه بتتم خلال الفتره دي بتتم وفقا لرؤيه المكان. هو شايف عايز يوديك فين، المكان شايف ان هو يقدر يطلع ناس قادره وكوادر، بيبني قدرات وكوادر في جمهوريه مصر العربيه قادره فعلا انها تحقق طفره في مجال التكنولوجيا وتغيير في مسارها المهني. الكلام ده جديد، الكلام ده ليه اكتر من 20 سنه المعهد شغال وبيشتغل على منح دراسيه سواء كانت قصيره الامد او طويله الامد، وحقق كتير جدا في تغيير مسارات ناس من خريجين متنوعين من كليات الطب والصيدله والهندسه والزراعه والطب البيطري والى جانب كليات الهندسه والحاسبات. اذا المهم جدا تبقى عارف الرؤيه والطريقه او الاستراتيجيه اللي بيفكر فيها المكان. اذا المكان بيستهدف جوده تدريب، انتقاء كويس، أهداف محددة، التدريب بشكل احترافي، التدريب على أيدي متخصصين، التزام بالمعايير، وده هينعكس بشكل أساسي على كل الخطوات اللي هتشوفها بعد كده. فمهم جدا تبص على الويب سايت تعرف الناس اللي أنت هتقدم عندهم إيه الثقافة بتاعتهم أو إيه الأهداف بتاعتهم اللي موجودة، هم بيحققوا إيه والكلام ده كله. ده يساعدك كتير جدا إن أنت ممكن تبقى في انترفيو عارف ترد على بعض الأسئلة اللي موجودة، إلى جانب ربنا يكرمكم إن شاء الله بالتوفيق بعد ما تستكملوا الدراسة معانا. تبقى بتشتغل في ضوء الرؤيه دي وتلتزم بكافه التعليمات اللي بيقولها المكان عشان نحقق كلنا الهدف اللي احنا اتكلمنا فيه، وهو ان احنا نخرج كوادر فعلا قادره انها ايه تحقق تغيير في مسارها المهني او تلتحق باعمال احترافيه. احنا بشكل اساسي في المعهد يا شباب بنتكلم على تدريب متخصص للخريجين. التدريب المتخصص بيستهدف مجالات تكنولوجيا المعلومات بتنوع كبير جدا، بعضها عام جدا كتطوير المواقع والموبايل وكده، وبعضها متخصص حسب مناطق جغرافيه زي المناطق اللي ما بيبقى فيها صناعات الكترونيه او صناعات اساس او ما شابه اعمال النسيج او الموضه. فبتتعمل بعض الكورسات اللي هي ممكن تخدم الشباب اللي في المنطقه الجغرافيه دي ان هم يخدموا البيزنس ويوفروا بزنس اوبورتونيتيز كويسه في المنطقه الجغرافيه اللي هم فيها. مثال على كده الناس اللي بتشتغل في دمياط عندهم منطقة أساس أو مدينة أساس أو الناس اللي في المحلة أو الناس اللي في اسكندرية اللي ليهم علاقة بالموضة والكلام من ده، فبتتظبط لهم بعض الكورسات اللي هي ممكن ليها علاقة بتكنولوجيا المعلومات طبعا بشكل أساسي، وده اهتمامنا احنا الرئيسي، لكن بتخدم فرص الأعمال أو البيزنس اوبورتونيتيز اللي هي ممكن تساعد الشباب إن هم يطلعوا فرص شغل. طبعا احنا في يعني منطقة بكر ممكن تطلع أفكار كتير جدا من الشباب اللي هيتخرجوا من البرامج بتاعتنا تساعد المؤسسات سواء حكومية أو قطاع خاص او ان جي اوز اللي هي المؤسسات الاهليه ان هم ممكن يعملوا تغيير في مجتمع انا والصغير. الحاجه الثانيه يا شباب اللي احنا بنهتم بيها في المعهد عندنا برضو عشان تبقوا مستوعبين انتوا داخلين فين وبتتكلموا عن ايه او بتلتحقوا بايه، المكان ده بيهتم بحاجه اسمها فريلانسنج او العمل الحر. يعني ايه عمل حر؟ معناها ان انت شخص بتعرف نفسك للعالم، تعرف نفسك للعالم انك شخص الفلاني الفلاني الحاصل على مؤهلات كذا القادر على انجاز بعض الاعمال بشكل احترافي 1 2 3 4، وبتعرض نفسك لسوق العالم كله وبتبتدي تقدم على شغل وتتلقى عروض. انت في هنا، انت في مصر، انت في اسكندريه، تعال نتكلم مع اي حد في الهند، في اليابان، في امريكا، في استراليا. الفيصل في كل القصه دي اللي هي مهارتك وقدرتك على انجاز الاعمال بشكل احترافي.
وحصولك على وظائف او جوبس زي ما احنا بنقول عليها على الانترنت. طب احنا ايه علاقتنا بالكلام ده في المعهد؟ المعهد بيدربك من خلال استشاريين وناس بتقف معاك لغايه لما يبقى عندك بالفعل بروفايل كويس محترم تقدر تقدم بيه على شغل. طيب التدريب على العمل الحر ده ليه بقى من ضمن الحاجات الموجوده عندنا؟ زمان في بدايات العمل كان بيرتبط التخرج الطالب او مقياس التخرج او نجاح الطالب او المكان او الفرع اللي بيدربه ان هو بيديله شهاده او ان الطالب بيحصل على البروفيشنال سيرتيفيكت في المجال اللي هو خده. يعني ايه؟ يعني مثلا انا اتدربت على حاجه في الويندوز، في الاوفيس، في اللينكس، في اي تراك من التراكات دي في سيسكو، فانا بروح للمؤسسه اللي بتدي الحاجه دي واطلب منها الانترناشونال سيرتيفيكت وتمام اسلمها، فده مؤشر النجاح. طيب ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير دلوقتي ان مؤشر النجاح عندنا ما عادش الحاجه دي. ما زال ان انت عايز تقدم على حاجه احترافيه زي كده وتاخد شهاده اتس اوكي وتمام زي الفل، لكن مقياس نجاحك مش نجاحك انت بس ونجاحنا احنا معاك حصولك فعلا على بعض الوظائف او الاعمال من خلال منصات العمل الحر الفريلانسنج زي ابورك او فريلانس او ما شابه، وان انت بتحقق فعلا منها ارباح. هل احنا بنشاركك في الكلام ده؟ لا يعنينا اي شيء في العائد المادي. العائد المادي ده يعني كله خاص بيك ليك انت، كل دورنا احنا بنساعدك لغايه لما نوصل لمرحله ان انت يبقى عندك حصيله من الاعمال اللي تحصلت عليها من خلال الفريلانسنج. زي ما قلت لكم ده كي بي اي او مؤشر اداء مش ليك انت بس، ليك ولينا. ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان تفهم كويس ان الناس اللي هتبقى المنتورز او الناس الاستشاريين او كونسلتنت او الكوتش اللي هيتابعك بيضغط عليك او بيتابعك بغرض ايه؟ عشان بشكل اساسي انت توصل للجوب دي عشان تحقق الكي بي ايز بتاعت النجاح. النقطة اللي بعدها قدامكم موجودة على البرزنتيشن أتمنى تبقى واضحة، اسمها منصة مهارتك. دي منصة عبارة عن بوابة إلكترونية للتدريب. معهد الـ ITI بيقدم لك من خلالها كافة يعني كمية كورسات كبيرة جدا، منها ما هو خاص بالمعهد يعني تم تسجيله من خلال المعهد من خلال الاستشاريين والمدربين المحترفين اللي عندنا، أو ما حصلت عليه اللي حصل عليه المعهد من خلال اتفاقيات مع مواقع الكترونيه زي كورسيرا او يوديمي من خلال اتفاقيات، او الكورس المشهور بتاع الماشين ليرنينج والاي اي اللي هو بتاع الذكاء الاصطناعي مع شركه جوجل، وده بيقدمه لك بشكل مجاني لو هتتقدم ليه بشكل فردي بتدفع مبلغ ما هواش قليل. الجزء الرابع التدريب الطلابي، ده بيبقى تدريب متخصص للطلاب الخاصين بحاسبات وهندسه، وده بحكم ان الفروع بقت موجوده داخل الجامعات ومن ضمن الدور المجتمعي بتاعها ان هي تدعم الطلاب خلال فتره الدراسه مش بس الخريجين بعد ما يتخرجوا. اخر حاجه استشارات المهنيه دي او الكارير كلينيك او الكارير كونسلنج، ودي الغرض منها برضو في غرض التوظيف ان هو بيبقى في جلسات بتحضرها مع ناس عندها خبرات في سوق العمل او عندها خبرات في شركات او شركات عالميه او محليه او اصحاب اعمال. يعني لا يبخل عليك المعهد بتوفير الاستشاري المناسب ليك في هذا المجال بحيث ان انت تقدر تحصل معاه على جلسه استشاريه تقدر تحدد منها الكارير باص بتاعك. كويس. النقطه المهمه وهي يعني انا حبينا النقطه الكلام اللي اتقال فيما سبق من البرزنتيشن، الغرض منه عشان اعيده تاني، معرفتك بالمؤسسه اللي انت بتتعامل معاها. معهد الاي تي اي ليس شركه تدريب وليس مركز تدريب مجرد تدريب حضور دوره وتنتهي، لا ده. وعشان نفهم وتبقى فاهم ومقدر السايكلز اللي انت هتمر بيها بعد كده الغرض منها ايه، وكافه التسجيلات او الانترفيوهات او المتطلبات لكل كورس ليست اسئله تعجيزيه وليست متطلبات للاعاقه ولا اي حاجه من الكلام ده. ده مجرد توضيح ليك ان كل مسار من دول حتى تنجح فيه ونحقق كلنا الكي بي ايز او المؤشرات بتاعه الاداء والنجاح لكل دوره من دول، وان انت تحقق شغل او تحقق وظيفه او تفتح شركه،
لازم عشان نخش السايكل بتاعت الثلاث شهور لازم نكون قبلها فعلا كلنا واقفين على خط واحد نقدر نجري فيه مع بعض خلال الثلاث شهور عشان نوصل لنتيجه كويسه باذن الله نهايه الخوف. فالاسئله ليست تعجيزيه، الانترفيوهات ليست للتعقيد، المكان لا يتقاضى المنح بالكامل مدعمه من الدوله، ما فيش حد بيدفع اي فلوس. الطالب يتفرغ خلال فتره الدراسه ويحصل على مقابل بدل التفرغ ده. اذا الغرض من حضرتك كل الغرض حاجه قبل وحاجه داخل التدريب. الحاجه اللي قبل ان انت توافق بالفعل الشروط بتاعه التدريب وتكون شاطر وتكون متميز في اختيارك للتراكات اللي انت هتقدمها. خلال التدريب التزامك الكامل بالتدريب، التزامك الكامل بالحضور، التزامك الكامل بالتسليم، انتظامك في حضور المحاضرات، كل ده بيساعدك ان انت تحصل على التدريب. المعهد يشغل هذه الدورات وهذه التدريبات على مدار 20 سنه. التراكات دي جربت بدل المره 40 و50 دوره ونجح منها ناس متميزين كتير جدا، ونتمنى ان شاء الله السيشنز اللي احنا بنعملها عشان نستفيد بالفرع بوجوده في محافظه هنا، وبدل الناس ما كانت بتروح تحضر في اسكندريه او في القاهره، ودي فرصه متميزه وان شاء الله نتعشم من الشباب والخريجين من جنوب الوادي او من هنا او من الاقصر ان شاء الله يحققوا فرص كويسه. طيب خلينا ندخل على النقطه المهمه اللي احنا حابين نتكلم فيها، وقلنا ان هتبقى فيها يعني جزء كبير من الانترفيو هيسهل عليك الدنيا خلال الكام يوم الباقيين من التسجيل لغايه المقابلات والامتحان، وهو ما هي المسارات اللي حضرتك عاوز تلتحق بيها. خلينا استعرض لكم الاول بس المسارات كلها اللي احنا كمسميات الاول، ونتكلم بعد كده في بعض التفاصيل الى جانب الحاجات اللي انتوا هتبقوا محتاجين تقروا عنها. المعهد بيقدم خلال الربع ده سبع كورسات، سبع تراكات. سبع تراكات دول كما موضحين امام حضراتكم، تراك اسمه سوفت وير انجينيرنج فاندمنتالز، تراك الجي اي اس ديفلوبمنت، الفول ستاك ويب ديفلوبمنت يوزنج بوتلت، سوشيال ميديا ماركتنج، اي كونتنت ديفلوبر، 2 دي جرافيكس، اي او تي ابلكيشن ديفلوبمنت. ايه الكلام اللي موجود قدامنا ده؟ عشان الناس اللي ما عندهاش تخصص او الناس اللي هي لسه مش يعني ممكن يبقى عنده اهتمام لكن مش محدد مجال. خليني اقول لكم ان اول تراك اللي هو سوفت وير انجينيرنج فاندمنتالز، هذا التراك يتكلم عن هندسه البرمجيات او اساسيات في هندسه البرمجيات، وهذا التراك احنا بنرشحه لكل الناس. كل الناس بمعنى ايه؟ كل الناس متخصص وغير متخصص. بس مين؟ المتخصص لربما يعني ما قلنا نفترض بنتكلم عن طالب حاسبات او طالب هندسه، الى حد ما الطلاب احيانا بيقضوا الاربع سنوات او الخمس سنوات بتوع الدراسه الاكاديميه في عزلة عن التجريب العملي، وبيبقى تقريبا معتمدين بشكل كبير على الانتظام بس في حضور المحاضرات والنجاح في امتحانات اعمال السنة والنظر وكده، ولكن ربما لا يكونوا من المتميزين او من الناس اللي هي الناس اللي هي ملتزمة بالمشاريع او تسليم المشروعات والجزء العملي. طيب اللي هيحصل في الكورس ده بالنسبه لهم هم مثلا كمتخصصين ان هو بيعمل له ريكفر او معالجه او نقول ترقيع للجزء العملي اللي هو فات، وبالتالي بيتعرض لكورس مكثف لمده 3 شهور يسترجع فيها كافه الحاجات او الاجزاء العمليه اللي كان ممكن يحضرها. طيب لغير المتخصصين تجاره، حقوق، زراعه، كل الناس دي ممكن تحضر الكورس ده بكل اريحيه لتتعلم حاجات معينه. ايه الحاجات اللي هيتعلمها؟ هنبص عليها دلوقتي. يبقى ده كورس مبدئي للناس اللي هي عايزه تبدا في مجال البرمجه، تبقى نقول عليها خطوه زيرو او ستيب زيرو او العتبه الاولى التي نبدا بها مجال البرمجه. تاني تراك معانا اسمه جي اي اس، ده الناس اللي هي جيوغرافيك انفورميشن سيستم، اللي هي الناس بتوع تطوير الجزء الخاص بنظم المعلومات الجغرافيه. فول ستاك ويب ديفلوبمنت يوزنج دوت نت، احنا عندنا يعني لو نقول ان في اتجاهين او اتجاهات في تطوير المواقع، فمنهم شركه مايكروسوفت وهي الشركه الشهيره في تطوير البرمجيات ونظم التشغيل، فلها مسار او لها مذهب في تطوير المواقع، فاحنا بندي تراك منه في هذا الربع. سوشيال ميديا ماركتنج وتسويق رقمي عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي، والى جانب دوره في تطوير المحتوى و2 دي جرافيكس والاي او تي. خليني اقول لكم على حاجه الاول نتفق عليها جميعا قبل بس ما ندخل ايه في بعض التفاصيل البسيطه عن الكورسات دي. احنا هناخد مين في الكورسات والامتحانات هتبقى عن ايه؟ يعني انتوا هتسالوني في ايه لما انا لسه هتعلم من الاول؟ انتوا بتحطين اسئله ليها علاقه بمتقدمه؟ لا، الفكره في كلها ان في حاجات اساسيه لازم تبقى عدت علينا، يعني ما ينفعش حد يجي مثلا ما يكونش معاه خلفيه خالص عن الويندوز، عمره ما اشتغل على الويندوز. احنا مش الدورات لا تستهدف محو الاميه التكنولوجيه.
معهد العلوميه التكنولوجيه ممكن تكون في جهات او دورات او كورسات ثانيه تستهدف، احنا بنستهدف مستوى متقدم شويه او ناس على الاقل بترغب في العمل في مستوى متقدم، فعلى الاقل اللي موجود او اللي داخل لازم يكون عنده الخلفيه الاساسيه عن نظم التشغيل، عن الانترنت، عن المصطلحات العامه في مجال تكنولوجيا المعلومات، عن الاساسيات في مجال الشبكات او المصطلحات الاساسيه في مجال الشبكات، عن المفاهيم الاساسيه عن قواعد البيانات ومحتوياتها، عن انواع بعض البرامج المهمه زي المتصفحات وبرامج الاوفيس، عن بعض الاحتياجات الاساسيه اللي ممكن يبقى عليها. طيب يا حضرتك بتقول الكلام ده، احنا ممكن نعرف ايه او يعني نعرف الكلام ده ازاي؟ احنا حاطين لكم قدام حضراتكم تقريبا دول اربع لينكات، اولهم اللينك بتاع الاي تي اي ده انت عشان تعرف عن المؤسسه اللي انت بتقدم فيها وايه الاهداف بتاعتها، تاني رابط ده مهاره تك اللي هي المنصه الالكترونيه الخاصه بيه معهد تكنولوجيا المعلومات اللي بتوفر لك مجموعه كبيره جدا من الكورسات الفري اللي هي ممكن تساعدك لدخول الانترفيو. طيب انا هدرس كورسات عشان اخش التراكات دي؟ لا، مش القصد كده. القصد ان انت تبقى على الاقل داخل تراك عارف التراك ده هيطلع ايه والمفروض اكون عارف ايه وانا اعرف منه ايه وايه الحاجات اللي ما ينفعش ادخلها وانا ما اعرفهاش، فلازم تعدي على الويب سايتس دي او ما يعني لو لقيت كمان مصادر ثانيه ممكن تدخل عليها، لكن احنا شايفينهم دول ابسط مصادر. اول مصدر منهم مهارتك، منصه مهارتك الخاصه بمعهد تكنولوجيا المعلومات. تاني ويب سايت اسمه دبليو 3 سكولز، ده من المواقع السهله والبسيطه اللي ممكن تدي لك معلومات سريعه جدا عن بعض المصطلحات الاساسيه واللي هتبقى يعني مطلوب منك تتسال عنها في الانترفيو، ومش جاست برضو الغرض هنا مش ان انت بتعمل برشامه او نغش اسئله انترفيو، الكلام ده يعني مش صح، لكن الغرض منه ان انت تقدر كويس حجم الحاجه اللي انت داخل عليها، ايه الاستراكشر بتاعها او الهيكل العام بتاعها والمتطلبات بتاعتها. رابع ويب سايت انا برشحه لحضراتكم اسمه www.coursera.org.eg. طيب خلينا يعني حضراتكم لازم تتصفحوا بشكل كويس يعني بعد ما ننتهي من هذه الجلسه حتى تاخذ القرار السليم بالنسبه لك التراكات الموجوده. فاحنا اول تراك ده بيتكلم عن الجي اي اس او جي اي اس ديفلوبر. خلينا نقول الجي اي اس من الحاجات او جي اي اس ديفلوبمنت او نظم المعلومات الجغرافيه دي من الحاجات او المجالات الحديثه والمطلوبه جدا. مطلوبه فين؟ مطلوبه في كل حته، مطلوبه في شركات الاتصالات، مطلوبه في الجامعات الاهليه، مطلوبه في الاسكان، مطلوبه في الزراعه، مطلوبه في التعليم، مطلوبه في اي مكان. ليه يا عم الحاج؟ عشان مطلوب حاجه منك مهمه جدا، الدراسه لاي تنفيذ اي مشروع اسكاني، مشروع صحي، دراسه لتمويل مكان، متطلب منه حاجه اسمها نظم معلومات عن البيانات المكانيه. البيانات المكانيه اللي هي خاصه بكل موقع، هحط المدرسه، طب حواليها قد ايه سكان، حواليها قد ايه كثافه، هبني مصنع، ايه الكتله الشبابيه اللي موجوده عنده. الكلام ده بيتحط على حاجه اسمها الخرائط او المابس او اسمها قواعد بيانات او نظم معلومات جغرافيه او بيانات مكانيه. طبعا احنا مش هنتطرق بالتفصيل للكلام ده، لكن الغرض ان احنا تبقى عارف ان انت ممكن تبقى رايح فين في التراك ده او تقدر تستخدمه فين. انا عايزكم يعني تبصوا معايا كويس على الشاشه اللي موجوده قصادنا دي عشان تعرفوا تقروا الاعلانات بشكل كويس. اول سيكشن موجود قدامك حاجه اسمها بيفور يو ابلاي. يعني ايه بيفور يو ابلاي؟ قبل ما تقدم عندنا لازم تبقى عارف ايه. وفي كل اعلان من الاعلانات الموجوده او في كل صوره من الصور الخاصه باي تراك من دول هيوضح لحضرتك انت المفروض تكون عارف ايه قبل ما تدخل التريننج. يعني ايه عارف ايه؟ بعض المفاهيم الاساسيه. يعني مثال في تراك الجي اس ده هتلاقي رابط على صفحه او على المنصه بتاعه البورتال بتاع مهارتك، هتلاقي حد بيتكلم لمده ثلث ساعه هيدي لك تقريبا ببساطه رؤيه اولا تسهل عليك لو كان المجال ده في اهتمامك او في تخصصك او يعني في الانترست بتاعك، فانت ممكن تسمع الفيديو ده لمده 30 دقيقه لسببين، هتعرف انت التراك بيتكلم عن ايه وهتقدر تجاوب عن الاسئله الاساسيه اللي هو يعني ببساطه انت اخترت التراك ده ليه او انت شايف وديك التراك ده فين. تاني جزء بيقول لك السليكشن بروسيس. السليكشن بروسيس خلينا نقولها بشكل عام على الجميع تقريبا ما بتتغيرش من كل التراكات، بتبقى عباره تقريبا عن ثلاث مراحل. فيز 1 بتبقى الامتحان بتاع الاي كيو والانجلش وده بتحضره في المعهد كويس، والمرحله الثانيه بتبقى عباره عن انترفيوهات بتبقى من خلال الاونلاين او اوفلاين حسب ما هتتحدد. طبعا هيتواصلوا، هيبقى التواصل من خلال الرسائل اللي احنا كنا وضحنا استاذ عبد الرحيم خلال التسجيل، الاس ام اس اللي هتجي لك من خلال الموبايل.
وبتبقى في النهايه مرحله زي مرحله انترفيو نهائي، ويعني بعض الاجراءات الاداريه اللي بتملاها عليك المقر. كويس. من ضمن الحاجات المهمه برضو لازم يبقى معاك الجهاز الخاص بيك برضو للتدريب، زي ما كان وضح استاذ عبد الرحيم برضو ان في جزء من التدريب اونلاين واوفلاين، سواء اونلاين او اوفلاين يعني في البيت او في المعهد، لازم يبقى الجهاز الخاص بيك معاك. الجزء الثالث في الورقه اللي موجوده قدامكم الجراديويشن بروفايل، انت هتروح فين بعد كده؟ يعني موجود قدامك كده نوعين من الوظائف اللي هو ممكن تشتغل فيهم، يعني ممكن تشتغل في حاجه ليها علاقه بالتخصص اللي هو الاستشعار عن بعد او تحليل البيانات المكانيه، او ان انت تشتغل از ديفلوبر لتطوير برامج او تطبيقات ليها علاقه بالجي اي اس. طيب الجزء الثاني في كل اعلان احنا بنشرح القصه دي بالتفصيل عشان ترجع بالراحه كده تقرا الاعلانات كلها وتجد ما يوافق رغباتك او يوافق قدراتك او يوافق الدورات اللي انت حصل عليها قبل كده. الجزء الثاني في الاعلان او الصفحه الثانيه هي عباره عن ايه؟ عباره عن المنهج الذي ستحصل عليه وقد ايه متقسم، بمعنى انه عباره عن وحدات زي ما انتم شايفين، الوحده الاولى الوحده الثانيه الثالثه الرابعه، ودي عباره عن اجزاء المناهج اللي انت هتدرسوها. على اليمين عندك هنا في دايره كده مكتوب عليها سيلف بيست اونلاين جايدد براكتس، اللي هي عباره عن الجزء اللي هتمارسه بشكل فردي او هتمارسه اونلاين او هتمارسه داخل المعهد. وستجد في كل الكورسات انها كورسات مختلطه، يعني تلتزم الحضور ويعني فيها جزء حضور وجزء اونلاين. كل دوره من دول برضو عشان تاخد قرارك على حاجتين، اولا مش جاست بس المسمى بتاع الكورس، ولكن عشان تقدر تاخد القرار تشوف الحاجات اللي انت تبقى عارفها اللي وضحناها في الشريحه السابقه، اللي هي الحاجات اللي هي المفروض تبقى عندك موجوده قبل كده. الجزء الثاني اللي يسهل عليك برضه الاختيار بتاع التراك، المحتوى اللي موجود في كل كورس. المحتوى اللي موجود في كل كورس موضح كوحدات قدامك وبيبين لك انت هتدرس ايه خلال الكورس ده. لا ربما يكون تصورك عن مسمى الكورس يختلف عن ما يتم دراسته، وتجد نفسك بعد اول اسبوع انا ايه اللي دخلني الكورس ده، انا ما كنتش عايز ادرس الكلام ده. فعندك مساحه كويسه دلوقتي ان انت تراجع المحتوى الموجود عن كل كورس. الكورس ده من الكورسات الجديده واللي يعني بندعم ان احنا كورس الجي اي اس ان شاء الله يبقى فيه عدد كويس، لانه موجود ليه فرص عمل ما هياش قليله، وزي ما قلت لكم ابتدى يخلق فرص عمل كتير جدا من خلال مؤسسات مختلفه، قلت لكم الزراعه، الصحه، اي حد. انا شرحت لكم الفكره الاساسيه لاستخدام نظم البيانات المكانيه، وبالتالي يعني اعتقد ان انتم قدرتوا ان اي حد حتى لو عايز يعمل دراسه في جمعيه اهليه عن الاحتياج لحاجه معينه او الدعم لاي لحل اي مشكله مجتمعيه معينه، فهو اعتقد انه هيبقى محتاج لحاجه ليها علاقه بالجي اي اس. مش هنتكلم يعني لو اتكلمنا عن البيزنس او المصانع او الشركات فده بشكل اساسي هيعوز الكلام ده. من ضمن التراكات اللي لازم تبقى شايفها قدامك في حاجه، وده اللي اتكلمنا عليه في الاول، اللي هي الكورسات او المهارات الخاصه بالتوظيف، وبيدي لك الخطوات الاساسيه اللي يعني او المهارات الاساسيه اللي هتبقى محتاجها عشان تبقى عندك خطوات كويسه تقدر تحصل بها على وظيفه او تشتغل منها الحاجات بتاعت العمل الحر. التراك الثاني اسمه 2D جرافيكس ديزاينر، وده يعني للناس اللي هي حابه تشتغل في مجال الايديتنج في الصور، في الفيديو، في البرينتنج، في ال 2D جرافيكس. الناس الخريجين بتوع فنون جميله، الناس الخريجين بتوع تربيه نوعيه فنيه، او المهتمين. يعني الكورسات ليست قصيره، مفيش مؤهل مشروط لكل تراك، ولكن الغرض منه وجودك او موافقتك للشروط المطلوبه لكل تراك وقدرتك على اجتياز المقابله او المتطلبات لكل كورس. طبعا برضو بنفس الفكره برضو التدريبات كلها بلندد، هتبتدي تدرس حاجات عن الاساسيات في مجال التصميمات او الايديتنج الى جانب التولز اللي هنستخدمها زي الفوتوشوب والالستريتور والانديزاين، الى جانب برضو الجزء بتاع الامبلويمنت. هل في مصادر ممكن نرجع لها؟ اهي موجود عندك بعض المصادر موجوده زي ما موضحها في الاعلان. مهم جدا ونكرر بدل المره 1000 عشان ما تدخلش الانترفيو يبتدي يسالك اسئله وتقول له والله انا ما كنتش عارف. لا ما كنتش عارف، خلينا بس يعني الغرض من هذه الجلسات ليس تضييع الوقت وليست الدعايه، الغرض منها زياده فرص نجاحكم وحصولكم على المنحه بشكل كويس ان شاء الله. الجزء اللي بعد كده وكلنا يعني
يعني خلال فترة الكورونا شفنا اللي ابتدى الطلب يزيد على المنصات والمدونات ومواقع التعليم وهكذا. عندنا تراك اللي هو الاي كونتنت ديفلوبر، وهو بيستهدف الناس اللي حابة تشتغل في الاي كونتنت ديفلوبمنت او يكونوا متخصصين في تطوير المحتوى. الناس يمكن اللي لو عانى حد من تكنولوجيا التعليم الى حد ما هيكونوا عدوا على حاجات او مودلز شبه الكلام ده. بنفس المنطق برضه بنكرر تاني، بص على الحاجات المطلوبه قبل الكورس، بعد الحاجات البسيطه جدا عن ال HTML او CSS او الويندوز، حاجات بسيطه جدا لازم تبقى عندك بعض المعلومات عنها قبل ما تدخل. وده المسار بيوديك لانه وظيفه او انه بروفايل او انه جزء من التوظيف. المحتوى بتدرس فيه حاجات كتير عن التصميمات وعن تصميم المواقع وعن الحاجات الاساسيه في تصميم المواقع الالكترونيه. طيب ده ممكن يودينا لفين؟ ممكن يودينا للجزء اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو التعليم الهجين والتعليم عن بعد والمواقع الالكترونيه ومنصات التعليم. احنا دلوقتي يمكن شفنا خلال الفتره اللي فاتت مدرسين بشكل فردي بتدور ان هي يبقى لها منصه او بوابه الكترونيه يقدم خدماته التعليميه من خلالها. فده جزء من اللي فيه فرص كويسه جدا على مستوى العالم وليس مصر كمان. يعني التراك اللي بعده ده بيستهدف، يعني تراك متقدم شويه، دوت نت، بيستهدف ناس يبقى عندها بعض الخلفيات عن مش بعض الخلفيات القليله، بعض الخلفيات الكويسه جدا، ان هو يكون عادي يعني مستوى كويس جدا عشان يقدر يخش تراك زي ده، عشان يقدر يشتغل في مجال الويب ديفلوبمنت ويقدر يشتغل في ويب سايتس كبيره ويقدر يحقق مواقع او يصمم انظمه وتطبيقات بشكل كبير. وده من الكورسات الثقيله اللي محتاجه خلفيات كويسه واستعداد. برضه نفس الفكره، متوفر لك عنه بعض المعلومات والبيانات الاساسيه اللي انت تقدر ترجع لها لو انت من الناس مثلا اللي حاصله يعني لديك لغه برمجه على الاقل، اشتغلت تصميمات في اي حاجه، اشتغلت على قواعد بيانات بشكل كويس. يعني دي الحاجات اللي احنا بنقول عليها ان انت لازم تكون عديت عليها قبل ما تدخل تراك زي ده. طبعا بيدرس فيه حاجات عن الدوت نت، وبيدرس فيه بتعمق حاجات عن الجافا سكريبت والاتش تي ام ال 5 وهكذا. ده مطلوب يعني، ممكن يبقى للناس لو حد منكم من الناس التحقت معانا قبل كده بالسوفت وير انجينيرنج فاندمنتالز، فده يعني من التراكات المرشحه ليه، او ان حد يبقى كويس من الناس الخريجين هندسه او حاسبات اللي ايديهم ماشيه بشكل عملي كويس عشان يقدر يجتاز المقابلات والامتحانات بتاعته. الاي او تي ابلكيشن، يمكن كلنا بنتكلم من الفتره اللي فاتت عن الذكاء الاصطناعي، عن الانترنت الاشياء. طيب الناس اللي ما عندهاش خلفيه، الموضوع ببساطه ان هو يعني الانترنت الاشياء او الاي او تي اللي هو ربط كل حاجه بالانترنت، ربط كل حاجه بالكلاود، ربط كل حاجه بسنسورز بالكاميرات. تطبيقاته كتير جدا موجوده في اي حته، الناس هتلاقي الفتره الجايه تطبيقات كتير جدا مربوطه بالموبايل، مربوطه بالزراعه، مربوطه بالصحه، مربوطه بالمعامل. لكن محتاج بعض الخلفيات، او لحد يكون مقدم بعض الاهتمامات اللي ليها علاقه بالبرمجه، لازم يكون ايديه مشيت في لغه برمجه مثلا قبل كده، عنده خلفيه عن الانظمه وارتباطها ببعض، عنده خلفيه عن البروتوكولز بين الشبكات بين الاجهزه، عنده بعض المعلومات عن التكنولوجيز المختلفه عشان يقدر يشتغل مثلا في حاجه زي السمارت سيتي او سمارت هاوس او كده. ودي ببساطه ان حد بيبقى بيدير بيته بشكل ذكي، يعني ببساطه ممكن يتعمل تطبيق انه يدير احتياجات البيت بشكل الكتروني اعتمادا على اي او تي كونسبت. طيب نخش بقى في الحاجات اللطيفه اللي هي ايه، ظريفه، اللي هي ملهاش علاقه بالكلام الجعليص اللي احنا كنا بنقوله، وهي السوشيال ميديا ماركتنج. طبعا عندنا ناس كتير طبعا من الخريجين المتميزين بتوعنا، بتوع تجاره، بتوع حقوق، بتوع طب، بتوع صيدله، بتوع بيطري، لازم تشتغل في مجال الدعايه ومجال التسويق وكلام من ده. العمر كبير، احنا بنعتمد ان احنا ايه، راجل المندوب ابو كرافته وشنطه جلد في ايده، بيعدي على الدكتور، بيعدي على الناس، بيركب المترو، بيتكلم، بيطلع في محاضرات وهكذا. لكن خلينا نتفق ونقول ان احنا موجودين في عصر الكتروني، و الناس السوشيال ميديا جزء كبير قوي، يقتطع جزء كبير قوي من حياتهم. تواجدهم على السوشيال ميديا اكتر من تواجدهم في المدارس، اكتر من تواجدهم في شغلهم. ناس متواجده جوه شغلها لكن موجوده على الفيسبوك، جوه شغلها لكن موجوده على اليوتيوب، جوه شغلها لكن موجوده على لينكد ان، ايفن حتى لو الناس متخصصين. طيب الكلام ده يودينا فين؟ يودينا ان هو خلق فرصه جديده، ان في حاجه اسمها السوشيال ميديا ماركتنج، ان انا ممكن اعمل ماركتنج من خلال السوشيال ميديا.
طب يا ريس، دي الكلام ده محتاج كورس يعني؟ اه محتاج كورس، ده كورس وعلم، وعلم كبير جدا. ليه بقى؟ لان انت بتدرس فيه حاجات كتير جدا مرتبطه باستراتيجيات وكونسبتس اساسيه يعني عن الديجيتال ماركتنج. يعني بمعنى اصح، هي مش فكره ان انا هعمل اعلان وادفع له بالفيزا وكل سنه وانت طيب. لا، انت هتعمل ايه في الاعلان؟ هتوجهه لمين؟ هتحلل ازاي الاعلان بتاعك ده كان شغال؟ انت قدمته استهدفت كام؟ ازاي تقرا الارقام بتاعت المنصات الالكترونيه اللي انت بتتعامل معاها سواء فيسبوك او تويتر او يوتيوب؟ ازاي تقدر تشوف الارقام دي وتقارنها او تربطها بمبيعاتك او بالسيرفيس او البرودكت اللي انت بتبيعه؟ وبالتالي تقدر تعمل تقارن حجم العائد والمردود من حملة دعائية أو إعلانية عن منتج معين أو عن اتجاه معين. طيب الكلام ده يعني يستاهل 3 شهور؟ أه يستاهل 3 شهور، وكمان يعني إيه، يبقى ظلمناه كمان. فأنت هتدرس خلال الفترة دي تولز كتير جدا، هتشوف فيسبوك غير الفيسبوك اللي أنت تعرفه، هتشوف يوتيوب غير اليوتيوب اللي أنت بتدخل عليه، لينكد ان غير لينكد ان اللي انت كنت تعرفه. هتتعرف ان في تولز كتير وفي اوبشنز كتير وفي متريسز كتير وارقام كتير انت بتشوفها ومش فاهمها، هتشوفها ومش عارف تحللها، وتشوفها وما مش عارف يعني، بتشوف ارقام كتير ونسب ما انتش عارف يعني تاخد ايه قرار على اساسها. يعني مثلا لو انت راجل مدير حملات او تسويق في مكان ما، ممكن تتخذ قرار ان انت ما تتعاملش ان الزبون بتاعك موجود على فيسبوك بلاش من اليوتيوب، موجود على اليوتيوب بلاش من تويتر، وهكذا. الكلام ده ما حدش هيقدر يعمله غير حد دارس بشكل ممنهج، بشكل ممنهج. ده اللي احنا ان شاء الله هيتقدم لك من خلال الكورس ده، وده كورس من الكورسات الكويسه جدا. طيب هيعمل لنا فرص شغل؟ اه هيعمل فرص شغل. اي حد انت ممكن بشكل شخصي من بيتك، من الانتري بتاع البيت، تفتح وكاله دعايه واعلان وتشتغل بشكل متميز جدا مع وكالات ومع شركات، مع بتوع سياحه، مع بتوع منتجعات سياحيه، مع حد بيقدم منتجات، ايا كان تقدر تقدم خدمه احترافيه. الى جانب انه هيعلمك بعض الادوات اللي لها علاقه مثلا بالديزاينز والجرافيكس والتولز اللي هتقدر تستخدمها. نط على التراك الاخير تقريبا. التراك الاخير ده اسمه سوفت وير انجينيرنج فاندمنتالز، وانا كنت بدات بيه الشغل، وهذا التراك هو التراك يعني بالنسبه لنا المفضل والمرشح الاول لكل الناس الرغبه في مجال العمل في البرمجه وتطوير البرمجيات، ممن لديهم القدره والمعرفه والبيانات المعلومات الاساسيه انه يقدر ياخد الخطوه الاولى والخطوه الصحيحه في المجال. خلال المجال ده زي ما قلنا هو كورس زي باقي الكورسات 3 شهور، لكن بيبدا يعلمك حاجات عن الويندوز، عن اللينكس، عن الاوبريتنج سيستمز بشكل عام. تفهم بشكل كويس المكنه اللي قدامك بتشتغل ازاي، تتعامل مع الانترنت ازاي، بتتعامل مع قواعد البيانات ازاي، يعني ايه برمجه، يعني ايه اكواد، يعني ايه برامج، يعني ايه كود. تبتدي تطلع برامج بسيطه بشكل بسيط بتعلم المفاهيم الاساسيه للبيانات وشكل البيانات، ويعني ايه بيانات، ويعني ايه ترتيب، ويعني ازاي اقدر ادير البيانات. وكل السوليد نوليدج او كل المعلومات الاساسيه والمهمه اللي تاهلك ان انت تبدا خطوه زيرو في مجال البرمجه. تراك لوحده مش كافي يعني، هتطلع منه حاجات يعني كويسه جدا تقدر تطلع منه ببرنامج او ويب سايت، ده كويس خالص. لكن يعني احنا بنزق جدا ان الناس تبدا الثقافه تتغير، وان الشباب يقدر يكسر الصنم بتاع المؤهل وخلاص. يعني لو قارنا هنلاقي مثلا كليه التجاره بتخرج لها 2000 3 كل سنه ولا اكتر كمان، لكن كم واحد هيشتغل في بنك هنعدهم على صوابع ايد واحده، كم واحد هيشتغل في شركه هنعدهم على صوابع اليد الثانيه. طب وباقي الشباب؟ باقي الشباب الناس موجوده على الانترنت، موجوده، ممكن يبقى عنده الاهتمام والشغف، وممكن يعني يدخل يدرس، يعني ممكن يدخل يدرس ويغير مسار ويحقق مسار ومسار وظيفي كويس خلال الفتره الجايه. ده من التراكات الكويسه جدا، هو زي ما واضح قدامكم بيدرس لك حاجات كتير جدا عن الويندوز، عن اللينكس، عن السي بلس بلس الناس اللي هي كانت تعرف عنها، عن الداتابيز، يعني ايه داتا ستراكشر، يعني ايه تخزين بيانات، يعني ايه ويب، يعني ايه اتش تي ام ال، يعني ايه متصفح، وهكذا. الكورسات برضه بنفس الفكر، هي بلندد يعني مختلطه بين اونلاين واوفلاين، ما بين الحضور من المعهد وحضورك من البيت من خلال اللابتوب الخاص بيك. يعني بكده يبقى وضحنا لكم تقريبا بشكل موجز وبشكل بسيط الى حد كبير. يحتاج منكم بعض القراءه مره اخرى للناس المهتمه، يستلزم منك بعض المجهود مره اخرى لاعاده قراءه الكورسات، ليس فقط مره ثانيه بكرر، ليس فقط على مجرد المسميات، يعني ما بنفرحش من المسميات،
خلينا نبص كويس على المتطلبات بتاعت كل كورس، خلينا نبص كويس على المحتوى بتاع كل كورس، خلينا نبص كويس كل كورس بيأهلني ان انا اتخرج في انهي مجال او في انهي تراك. ده مهم جدا ان احنا نبص عليه بشكل كويس عشان نقدر نختار القرار. احنا مش بنضيق عليك في التقديم، انت بيبقى قدامك ثلاث فرص للتقديم حتى لا نخطل عليك يعني ايه الوقت او الفرصة التقديم. فبيبقى عندك ثلاث رغبات يعني ما زي التنسيق كده بالظبط، بحيث ان انت لو لم توفق في رغبه يكون الرغبه الثانيه باذن الله او الثالثه متاحه لك. الشروط العامه يا شباب للتقديم في الدورات عندنا التفرغ الكامل خلال فتره التدريب، يعني اوعى تقنع نفسك ان انت هتقدر تطلع من عندنا كده تطلع تشتغل حاجه ثانيه تقريبا يعني. ليه؟ احنا بنشتغل من 9 الصبح على الاقل لغايه 4 5، وهناك بعض التكلفات التي تستلزم السهر ونص الليل يعني. فبيبقى مطلوب جدا يعني احنا كل اللي بنأمله وبنطلبه من حضراتكم الالتزام الكامل بالحضور خلال فترة التدريب. انت قررت تيجي التدريب، ريح اعصابك، سيب نفسك للتدريب، اسمع المدرب بتاعك كويس، اسمع الكورس كويس، التزم بالتدريبات المطلوبة، اعمل الحاجة زي ما مطلوب منك، مش مطلوب منك اكتر من كده. ونوعدك ان شاء الله بنتيجه كبيره جدا 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 بنهايه البرنامج، وان شاء الله يكون مسار جديد ليك وتغيير كبير في حياتك. مهم جدا تلتزم بشروط والتعليمات بتاعه كل برنامج في التسليمات والحضور و الاساينمنتس او المعامل. عندنا الغياب يعني خط احمر، لتجاوز الغياب لحد معين يومين او ثلاثه يؤدي لفصلك من المنحه مهما كنت يعني مريت فيها. فده بنكرر الالتزام الكامل بالحضور. لازم كل يعني احنا عندنا يعني احنا بندرس زي ما انتم شفتوا مواد علميه، كل ماده مثلا بتاخد اسبوع اسبوعين 10 ايام 12 يوم، كل ماده يعني بيلحقها امتحان، لازم تجتاز الامتحان، لا بد من اجتياز الامتحان. عدم اجتياز الامتحان لمرتين يؤدي الى يعني انه يكون في اجراء من ناحيتك من هناك. احنا مش بنتكلم في الكلام ده لكن ولا نتعشى ان احنا نوصل لحاجه زي كده. بنتمنى كل الشباب اللي موجود يكون فعلا عنده قرار ان هو يغير مسار جديد في حياته، انه يتخذ خطوه جديده غير تقليديه، ان هو يخش على مجال صعب. احنا كلنا خريجين الجامعات يعني كل ما تخرج من الجامعه دي خطوه زيرو، ليس اقلالا من المؤهل بتاعك، لكن سوق العمل ما عادش زي زمان. اذا كنت تنتظر وظيفه سوف تنتظر كثيرا يعني، لكن مطلوب منك تاخد خطوه واثنين وثلاثه واربعه. احنا هنا في انا بنقدم لك من خلال المعهد خطوه كويسه جدا، مكان محترم، تدريبات بروفيشنال، بنوفر لك كل الدعم كل الدعم كل الدعم خلال فتره التدريب وما بعده، ان انت ان شاء الله تطلع بوظيفه كويسه بتحقق نجاح كبير ان شاء الله. انا بشكركم جدا واسف على الاطاله، نرغب ان شاء الله ان يكون الكلام واضح والشروط واضحه. اي مشاكل في التسجيل تواصلوا معنا في اي وقت، شاركونا في المعهد وان شاء الله نتعشى، ان شاء الله يكون في عدد كبير منكم من الناجحين ان شاء الله ملتحقين معانا. شكرا جزيلا شباب. السلام عليكم. في اي حد عنده اي استفسار يا شباب؟ في اي حد عنده اي مشكله؟ طيب سننتظر اي سؤال ليكم في اي وقت. الجروب او اللينك بتاع الميتنج ده بيتفتح كل ساعتين او ثلاثه، لو انتم عاوزين كلمونا على الواتساب نفتحه لكم. اتفضل معتز. اتفضل المعتز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا باشمهندس. اتفضل. وانا كان عندي سؤال، هو انا مهتم بس بتراك واحد، فلازم اختار 3 تراكس ولا تراك واحد؟ لا مش مشكله. لا لا يا باشمهندس، اختار تراك واحد بس ونكست هيتفاعل معاك، مفيش اي مشكله. بس يعني من باب ان انت لو عاوز تدخل الانترفيو بتاع الثلاثه عشان تبقى فرصتك اعلى، اختار الثلاثه يفضل او اثنين. يعني مثال، لو انت اختار دوت نت، اختار مثلا رقم 2 سوفت وير فاندمنتال، علشان لو لم توفق في الانترفيو تقدر تدخل تراك تاني تتسال فيه. ماشي. هو الفكره ان التراك اللي انا مهتم بيه ملهوش علاقه من قريب او بعيد بالباقي التراكس، فعشان كده انا سالت السؤال. قصدك مثلا جي اي اس او 2 دي؟ بالظبط كده. تمام يا باشمهندس. تمام وصلت. تمام. برضه كان عندي سؤال تاني، الكباسيتي بتاعت الجي اي اس ممكن كام واحد من المتوقع في جنة؟ لا ما اسمعش سؤال يا باشمهندس. ايه؟ اسال تاني يا باشمهندس، اسال تاني. الكباسيتي بتاع الجي اي اس، تراك الجي اي اس كم واحد من المتوقع اللي هيكونوا مقبولين؟
مفيش متوقع، لان ممكن تراك تتوقع فيه ان يجي فيه 1000 تلاقي اللي داخل ريجستريشن فيه اصلا 3 4، وفي تراك مثلا زي جي اي اس انت تامل ان اللي يدخل فيه مثلا 20 30 واحد تلاقي المقدم 1000. مفيش اي مقياس دلوقتي، ممكن على اخر الاسبوع نقول متوقع عندنا كام كباسيتي وهنقبله. نتمنى ان نكمل 20 حد كويس جدا يجتاز الامتحانات والانترفيوز عشان نبدا يكون عندنا كلاس كامل. السؤال اللي بعده اللي هيكون في دماغك، طيب لو العدد قليل، للاسف العدد القليل التراك مش بيفتح، فجزء من المجهود بتاعكم ان انتم تساعدونا ان احنا نوصل الاوبورتيونيتي دي لاكبر عدد موجود، فساعدونا في ده يا باشمهندس. تمام، شكرا يا باشمهندس. شكرا. في اي سؤال تاني يا شباب؟ شكرا ليكم. الريكورد هيترفع دلوقتي على الواتساب وهيترفع برضه على الفيسبوك، هتشوفوه باذن الله. واللي محتاج مني اي حاجه في السؤال على الواتساب تحت امركم، اللي محتاج يبعت لنا ان هو يدخل سيشن تاني في وقت تاني برضه مفيش اي مشكله. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.